كان عندنا برضو أزمة تانية، كانت أزمة البطالة، وكانت نسب البطالة عندنا عالية. وأنا بحطها قدام كل اللي بيسمعني دلوقتي وبقول لو تتصوروا إن إحنا حجم الخريجين في مصر سواء كانوا من الجامعات أو من المدارس والمعاهد المختلفة قد يكون بيقترب من بين 700-800 ألف للمليون. فلو كلمنا في 10 إحنا بنتكلم محتاجين نوفر يعني من 7-8 ل10 مليون فرصة عمل سنويا، يعني 700 ألف مليون فرصة عمل سنويا على مدار 10 سنين اللي فاتوا. أنا بتكلم على الحلول المتوازية والمتكاملة والمزج بينها، عشان نقول في الآخر وإحنا في 2011 كان عددنا تقريبا 80 مليون والنهاردة إحنا عددنا 106 مليون. لكن بالرغم من ده إحنا وصلين لنسبة البطالة 7%، 6.5. الدكتور مصطفى كمان بيفرحني أكتر، 6.5%. وده معناه إيه؟ معناه إن استهداف ومجابهة التحدي بتاع النمو السكاني الضخم وتوفير فرص عمل لمجابهة البطالة إحنا اشتغلنا عليه بشكل كويس جدا في إطار إقامة البنية الأساسية للدولة المصرية حتى تعبر الحالة اللي كانت فيها البنية مش متواضعة، لا كانت بنية أساسية متخلفة. يعني إذا كنا بنتكلم النهاردة ترتيبنا 22، أنا مش عايز أقول في الوقت ده كان ترتيبنا كام على العالم. فده أمر يعني بنضيفه لحضراتكم على إن الجهد اللي عملته الدولة المصرية وحركتها، لأن كتير مننا وده نقطة أخرى هتكلم فيها، يتصوروا إن الأزمة الاقتصادية فقط هو عنوان محل الاهتمام فقط، وبيخلي كثير مننا يتجاوز حجم الجهد وحجم النجاح وحجم الإنجاز اللي تم في كل مناحي الدولة المصرية. احنا بنتكلم على بنية أساسية طاقة كاملة متكاملة، بنتكلم على مواني ومطارات، بنتكلم على شبكة طرق وشبكة سكة حديد تم تحديثها وإضافة شبكة حديثة جدا جدا تعمل بالطاقة الكهربائية. يعني عايز أقول في الآخر إن رغم كل التحدي الاقتصادي اللي كان موجود من 2011 وما بعدها والحرب على الإرهاب، لكن التحديات دي كلها بالكامل اتحطت قدام عينينا وتحركنا زي ما قلت كده بخطة حافظنا فيها على أهدافنا ومصرين على تحقيقها.